وصل غزلان الشمال فريق الرمثا سجله الناصع وانتصاراته المتتالية ليحقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى في دوري المحترفين، وينقض على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم ضمن الأسبوع الثالث. الرمثا الذي باغت الأهلي مبكراً وسجل هدفين مبكرين عن طريق الهداف ركان الخالدي الذي عوض صيامه التهديفي من الموسم الماضي ومارس هوايته بطرق شباك الخصوم. الفوز الهام للرمثا وضعه عند النقطة التاسعة في صدارة الترتيب، وهو ما يؤكد على الصحوة الكروية التي اجتاحت غزلان الشمال في الموسم الجديد. الأهلي بدوره تجرع الخسارة الثانية على التوالي بعد أن تذوق الثلاثية من الوحدات في الأسبوع الماضي، وها هو يتلقى هدفين أمام الرمثا تجعل الحسابات في تعقيد من جولة إلى أخرى، وإعادة تفكير بوضع الجهاز الفني الذي يقوده المدرب السوري ماهر البحري. الرماثنا حققوا ما أرادوا، والأهلي لا زال تائها في دوري لا يرحم الصغير قبل الكبير.